سكايب من جنيف رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسيه والاجتماعيه والباحث في شؤون الاتحاد الاوروبي. اهلا بك دكتور الصيداوي. بريطانيا هل هي رابحه اقتصاديا ام خاسره اقتصاديا من عضويتها في الاتحاد الاوروبي؟ والى اي مدى فعلا الاتحاد يقيد حريه بريطانيا؟ ولذا اذا تركت الاتحاد وغادرت الاتحاد ربما تنتعش اقتصاديا اكثر. وضعية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي ليست مثل وضعية ألمانيا أو فرنسا على سبيل المثال. لماذا؟ أنا مثالين أساسيين. أولا بريطانيا ليست عضوة في منظومة شنغن. أنا عندي جواز فيسي لما أتي إلى بريطانيا أستظهر به لضابط الأمن البريطاني، بينما بقية الدول الأوروبية لا أرى هذا الضابط أصلا، لا أشاهده. إذا بريطانيا خارج منظومة شنغن الأمنية الأوروبية. اثنين، وهذا هام جدا، بريطانيا حافظت على عملتها الجنيه الاسترليني وهي خارج منطقة اليورو الأوروبية. نعم. إذا هي أصلا في وضعية غير كاملة بمقارنة مع فرنسا مثلا أو مع ألمانيا مثلا. أخذت مسافة احتياط، مسافة على مستوى العملة حافظت على الجنيه الاسترليني، مسافة أمنية حافظت على حماية حدودها من تدفق المهاجرين حتى وان كانوا اوروبيين باعتبار تقرير شنغن انا لم تدخل. اذا هل ان الاتحاد الاوروبي جيد ام لا لبريطانيا؟ ثم انقسام في كل المجتمعات الاوروبيه في الواقع، ليس فقط بريطانيا، حتى فرنسا منقسمين، المانيا منقسمين. اليمين القومي بصفه عامه يرفض ان تذوب الهويه الوطنيه بشيء اسمه اوروبا، بالنسبه لي اوروبا قاره وليست هوية. إذا ليست هوية. أي. بس هنا إلى أي مدى أوروبا برأيك سيد صيداوي يمكن أن يعني تضع قليل من السكر على الصفقة من أجل أن لا تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي؟ لأن هناك تحذيرات داخل الاتحاد من أنه إذا فعلا غادرت بريطانيا لن تكون هذه البداية، سوف لن تكون هذه النهاية، ستكون بداية لمغادرة دول أخرى وقد تكون فعلا بداية النهاية للاتحاد. هذا صحيح، الاتحاد الاوروبي مهدد جديا واكرر جديا بالفرقعة بالانحلال بالنهايه، خاصه من دول كثيره هددت، اليونان هددت، اسبانيا هددت، بعض ايطاليا هددت، البرتغال هددت، كل من تضرر من الاتحاد الاوروبي على مستوى القدره الشرائيه. القوه الاساسيه في الاتحاد الاوروبي هي المانيا، فلنكن صريحين، القوه الاقتصاديه الضاربه هي المانيا. اذا السؤال المطروح، ماذا ستقدم المانيا لإغراء بريطانيا حتى تبقى في الاتحاد الأوروبي؟ لأن هجمة أوروبا الشرقية وهي المنطقة الفقيرة بالاتحاد الأوروبي تجعل أن أوروبا الغنية الكلاسيكية أي فرنسا وبريطانيا وألمانيا ينفقون على الفقراء الأوروبيين الجدد. هذا ضد توجه اليمين القومي سواء في بريطانيا أو سواء في ألمانيا أو سواء في فرنسا، ويرفضون أن ينفقون على. وهذه واحدة من مطالب كاميرون. إلى أي مدى باعتقادك ألمانيا ستكون متساهلة، بمعنى أنها ستسمح لكاميرون أن لا ينفق على المهاجرين أو العمالة الأوروبية من الدول الأوروبا الشرقية سابقا، وأن تبقى هي تقوم بذلك؟ إلى حدود معينة. أنا أعتقد الاتحاد الأوروبي بالصيغة الموجودة الحالية لا يستطيع أن يتواصل كثيرا في المستقبل، وحقق نجاحات كبيرة، لكن أيضا بريطانيا اتخذت احتياطاتها. نعرف أن بريطانيا كما قلت منذ الأول ليست عضو في منطقة اليورو، بريطانيا لا تتعامل باليورو، بريطانيا حافظت على الجنيه الاسترليني وحافظت على تشينجين، يعني تستطيع أن ترفض دخول أي كان من مطاراتها باعتبار أن مطاراتها مراقبة داخل الفضاء الأوروبي. إذا هي أصلا استثناء، هي أصلا لم ترمي بريطانيا بكل ثقلها في الاتحاد الأوروبي، حافظت على مسافتين، مسافة العملة ومسافة الحدود أي تشينجين. ثم إذا ما أصبحت المرابيح أكثر من الخسائر اكثر من المرابيح فستنسحب، لانه نذكر ان كل الحكومات الغربيه الاوروبيه حكومات عقلانيه، المساله لا علاقه لها لا بالمشاعر ولا بالحب، كل حكومه تطرح السؤال التالي: ماذا ساربح؟ ماذا ساخسر من الاتحاد الاوروبي؟ بس اليوم سيد صيداوي، يعني بعد المشاكل التي واجهتها اليونان، بعد المشاكل التي واجهتها اسبانيا وايطاليا، هناك أصوات كثيرة داخل الاتحاد الأوروبي تقول أنه الاتحاد هو عبء على دوله أكثر مما هو يعني يسمح لهذه الدول بالازدهار الاقتصادي، لأنه من جهة هناك يعني قيود و يعني قواعد
يجب الالتزام بها، تقيد هذه الدول مقابل أن يفتح لها أسواق ربما ليست الأكثر غنى اليوم حول العالم. بالتالي إلى أي مدى يعني يمكن أن تستعمل هذا الأمر بريطانيا في مناقشاتها، أنه إذا أردتم فعلا أن أبقى فعليكم أن تقدموا الكثير لبريطانيا كي تبقى؟ في الواقع هذا السؤال ليس بريطاني فقط، هو سؤال تطرحه كل التنظيمات السياسية القومية، أي أقصى اليمين أو أقصى اليسار. التنظيمات أو الأحزاب الشيوعية الأوروبية التقت مع الأحزاب القومية اليمينية حتى المتطرفة في ضرورة الخروج من الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي هو اتحاد الشركات الدولية الكبرى، وهو عبء على الطبقة المتوسطة على الطبقة الشغيلة. أقول لك هذا خطاب اليمين القومي مثلا في فرنسا، كما هو خطاب اليسار الراديكالي في فرنسا أو في كافة أوروبا. إذن هذه القوى السياسية الاجتماعية ترفض الاتحاد الأوروبي. ماذا بقي؟ بقي الوسط، سواء الأحزاب حزب العمال أو نظير الحزب الاشتراكي في فرنسا، أو الأحزاب اليمينية الوسطية البرجوازية التي أيضا تقبل بالاتحاد الأوروبي. أما أقصى اليمين وأقصى اليسار فهما يرفضان أيديولوجيا، وأكرر أيديولوجيا، مفهوم الاتحاد الأوروبي من أصله. إذا هذه ورقة انتخابية، سنرى كيف سيتوجه الناخب الأوروبي مستقبلا لصالح الاتحاد الأوروبي أم ضده. شكرا لك رياض صيداوي، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية والباحث في شؤون الاتحاد الأوروبي من جنيف. شكرا.